السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا اليوم إن شاء الله أنا رايحين نديرو موضوع في مادة اللغة العربية باش نوجدو روحنا إلى شهادة التعليم الابتدائية. كعلى بالكم كل يوم خميس جمعة سبت ورايح يكون موضوع في مادة الفرنسية الرياضيات اللغة العربية، هي نورمالمون نديروه مع الأم تاعي لكن مع الأسف ما تقدرش على هذا، أنا رايحين نديروه حنا مع بعض. إذا هيا نبداو نقراو النص ومن بعد نروح مباشرة إلى الأسئلة. الأم كنز ثمين ومدرسة الحياة الأولى، تقود الأبطال وتصنع الرجال وتدفعهم دفعا إلى المجد عن طريق المثل العليا والقيم الفاضلة، فبصلاحها يصلح الأبناء ويصلح المجتمع وتنهض البلاد وتسمو إلى أرقى المعالي، ففي قلبها الكبير نور قدسي يضيء معالم الطريق وينير سبل الحياة الداكنة، فيبدد ظلام الشر وينشر تيار الأمن والحق والفضيلة أملا في مستقبل زاهر. إننا بحاجة إلى الأم التي تربي أبناءها على الإيمان الصادق والشجاعة والتضحية والإقدام والعلم، إننا نستنجد بها في السراء والضراء. إذا النص هذا راه يهدر على الأم وعلى الأهمية تاعها. إذا انتما كي تكونوا تجوزوا في الاختبار لازم عليكم طبعا تقراوا النص زوج مرات ولا مرة واحدة، تروحوا مباشرة تقراوا كامل الأسئلة ومن بعد تعودوا ترجعوا إلى النص تقراوه زوج مرات واحد أخرين، تصيبوا بلي الأجوبة كاملها ما رايحين يكونوا في راسكم خاطرش عرفتوا شنو هما الأسئلة اللي ندوهم لكم. إذا نروحوا الآن إلى الأسئلة. اقرأ السند قراءتين متأنيتين لتتمتع بمحتواه، ثم خذ له عنوانا مناسبا. إذا العنوان المناسب، انتم عندكم بزاف اختيارات لكن العنوان اللي سوغ يقبله لكم وسهل ويجي في راس اي واحد فيكم هو الام. النص راهو يهدر على الام. اذكر صفتين حميدتين وردتا في السند تربي عليها الام ابنائها. إذا الصفتان الحميدتان هما القيم الفاضلة، تربي الأبناء تاعها على القيم الفاضلة وتربيهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هاتي ضد المفردتين التاليتين من السند، ظلام سراء. شوفوا واش قالوا لكم، هاتي الضد، الضد يعني العكس، وقالوا لكم من السند معناتها من النص، ما تروحوش ديروه من راسكم، يقدروا هما يعطوا لكم كلمه واحده اخرى اللي هي تمثل ضد هذه الكلمه الظلام والسراء، انتم تعطوا له كلمه واحده اخرى وما تكونش موجوده في النص ما يحسبوها لكمش، لازم تكونوا جبتوها من النص. اعتذر على الصوت هذا ما يخدموا برا. اذا ظلام العكس تاعها في السند كاينه نور، السراء العكس تاعها في النص كذلك كاينه الضراء. داكور، استخرج من السند مرادف الكلمة الآتية ووظفها في جملة مفيدة من إنشائك. إذا حنا رانا رايحين نحوسوا على المرادف. إذا مرادف كلمة يضيء هي ينير، وش قالوا لكم من السند معناتها من النص تستخرجوها، قالوا لكم وظفها في جملة مفيدة من إنشائك. المعلم كالشمعة ينير تلاميذه بالعلم. داكور، نروح الآن إلى أسئلة اللغة. أعرب ما تحته خط في السند. إذن سطروا لكم غير في هذا الجزء هذا، لا لا. إذن الكلمة الأولى الأم، إذن كي تروحوا تعربوا أي كلمة وش لازم عليكم؟ لازم عليكم تقروها في الجملة، ما تروحوش تعربوا برك عطاونا ويصلحوا هيا خلاص نعربوها ديريكت، نو لازم تقراوها في الجملة. الأم كنز ثمين ومدرسة الحياة الأولى. الأم، إذا الأم واش الإعراب تاعها؟ الأم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، هو عبارة عن اسم جاء في بداية الجملة، إذا الإعراب تاعه هو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
إننا بحاجة إلى الأم التي تربي أبناءها. إننا بحاجة إلى الأم التي تربي أبناءها. تربي، وش الإعراب تاعها؟ فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الضمة المقدرة على اليا، على آخره، يعني على اليا، كي كان ياء مقدرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي على شكون يرجع؟ على الأم. على الإيمان الصادق، تربي أبناءها على الإيمان الصادق. الصادق واش الإعراب تاعها؟ الصادق الصفة مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخره. داكوغ، هاو يوصف لنا الإيمان هذا، كيفاش راهو الإيمان هذاك؟ راهو صادق، إذا صفة. استخرج من السند الظواهر اللغوية التالية: اسم موصول، فعل معتل، وصفة. إذا اسم موصول اللي نستخرجوه لنا النص، هاو لك مثلا، هاو هنايا التي عبارة عن اسم موصول. إذا اسم موصول التي. فعل معتل كاين تسمو معتل الآخر. صفة الصادقي اللي كنا عربناها الصادقي صفة، تقدروا تستخرجوها. صفة هي الصادقي، يعني هنا عاونوكم كلمة عربتوها وعبرنا باللي صفة، وزادوا قالوا لكم استخرج صفة. حدد الخبر في الجملة التالية وما نوعه: الأم كنز ثمين. الأم كنز ثمين، وين راهو الخبر هنايا؟ الخبر هو كنز. هم يوصفون الأم اللي هي عبارة عن كنز، النوع تاعو مفرد. الخبر هو كنز، نوعه مفرد. اجعل الأم جمعا في الجملة التالية وغير ما يجب تغييره. إذن الأم، كلمة الأم لازم نرجعوها جمع. وشنو هو الجمع تاع أم؟ الجمع تاعها هو أمهات، ولازم نغيرو كل حاجة، لازم تتغير، خاطرش ماشي كيما الكلمة تكون في المفرد كيما كي تكون في الجمع. كي تكون في الجمع الجملة كاع رايحة تتغير. إذا نبدأ نقرأ الجملة: إننا بحاجة إلى الأم التي تربي أبناءها على الإيمان الصادق. نقرأوها بعد ما حولنا الأم هذيك إلى الجمع أمهات. إننا بحاجة إلى الأمهات اللواتي، كانت التي دكتور لي اللواتي، تربينا أبناءها أبناؤهن على الإيمان الصادق. إننا بحاجة إلى الأمهات اللواتي تربين أبناءهن على الإيمان والصدق. نعاود نقراها مرة أخرى بس ما قريتهاش مليح. إننا بحاجة إلى الأمهات اللواتي تربين أبناءهن على الإيمان والصدق. نروح إلى السؤال اللي مراه: علل كتابة الهمزة في الكلمة التالية: السراء. السراء كتبت الهمزة، ما تروحوش تقولوا كتبت الهمزة، لازم تحددوا تقولوا كتبت الهمزة في آخر الكلمة، كيفاش راهي؟ على السطر، لأن ما قبلها حرف مد. داكور، ما تروحوش تقولوا كتبت الهمزة بهذه الطريقة لأن ما قبلها حرف مد. نو، لازم تقولوا كيفاش كتبت في آخر الكلمة، كيفاش؟ على السطر، لأن ما قبلها مد. داكور، لأن ما قبلها مد. نروح الآن مباشرة إلى الوضعية الإدماجية. مرضت أمك فزرتها في المستشفى ورأيتها كيف تعاني وتتألم. اكتب لها فقرة من 8 إلى 10 أسطر، من 8 إلى 10 أسطر، تتحدث فيها عن دورها والمجهودات التي بذلتها من أجل تربيتك وواجباتك نحوها، موظفا الصفة والحال مع وضع سطر تحت كل منهما. إذن لازم تكتبوا فقرة من 8 إلى 10 أسطر. كي زرتوا الأم تاعكم إلى المستشفى وشفتوها مسكينة كيفاش هي تعاني وتتألم، تقولوا شنو هو الدور الكبير تاعها يعني في المنزل وعليكم وفي التربية تاعكم إلى آخره،
وما تنسوش توظفوا الصفة والحال. إذا أول حاجة لازم تكون فقرة، هذه الفقرة تكون 8 أسطر، 8 أسطر هدروش فيهم مقدمة عرض وخاتمة. لوش لازم تهدرك راحين تهدروا على الدور الأم، الدور الكبير تاع الأم، وما تنسوش توظفوا الصفة والحال، هادو كامل لازم تشوفوهم كي تكونوا ديروا في الوضعية الإدماجية. إذا هاي نقرأ الوضعية الإدماجية تاعنا. الأم هي أحلى ما في الوجود، فهي التي ربتنا وولدتنا، تفرح لفرحنا وتحزن لحزننا، وهي منبع الحنان والحب، تسهر جاهدة على تعليمنا وتربيتنا، يجب علينا طاعتها واحترامها وتوفير كل وسائل الراحة لها وعدم عصيانها، لأن طاعتها بطاعة الله تعالى والدعاء لها بالخير والرحمة والصحة. الأم كنز ثمين يجب أن نعتني به إلى الأبد. إذا كما راكم تشوفوا وظفنا هذه الفقرة من 8 إلى 10 أسطر مقدمة عرض خاتمة. على بالي الكتابة ما كتبناش، يعني كانت شويه كبيره، يتو على داك بنت المقدمه كبيره، هي نورمالمون المقدمه تكون صغيره، العرض كبير والخاتمه هاي صغيره، المقدمه هنا يبان شويه كبيره. وظفنا الحال، وظفنا الصفه، كنز ثمين صفه، ثمين صفه، تسهر جاهده، كيف تسهر؟ تسهر جاهده، حال داكو. هذه هي، وهدرنا على الام، هدرنا على الدور تاعها والاهميه تاعها وكيفاش حنا لازم نتعاملوا معاها. اذا دور المجهودات التي بذلتها في تربيتك وواجباتك نحوها، هضرنا كيفاش قلنا باللي ربتنا ولدتنا تفرح الفرحه تاعنا والحزن تحزن الحزن تاعنا، هي منبع الحنان، تسهر جاهده على تعليمنا وتربيتنا، هذا الدور تاعها كيفاش كان. ومن بعدها في الهدف هنايا هضرنا باللي لازم، واش لازم علينا، واجب تاعنا اونفيرال وشنو هو، لازم علينا نطيعوها، نحترموها، نوفر لها كل وسائل الراحه، ماشي هي مسكينه تعيا ملي تنوض وهي طيب، ملي تنوض وهي تقري، وملي تنوض وهي معانا يتوب باش فلافان نروحو حنا نزيدو نهبلوها ونعيطو معاها، نو داكوغ. لا وعدم عصيانها ما لازمش نعصيوها، لان طاعتها بطاعه الله، والدعاء لازم ندعيو لها بالخير والرحمه والصحه. هذه هي، وفي الاخره قلنا بلي الام هي كنز ثمين يجب ان نعتني به الى الابد. اذا هذا هو الموضوع تاعنا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح. اي حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي في التعليقات وان شاء الله نحاول نجاوبكم. مع السلامه وبالتوفيق ان شاء الله.